السلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته أعزائنا المشاهدين أينما كنتم أهلا بكم نشرة إخبارية مفصلة من تلفزيون جيبوتي نستهلها بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية يقوم بسحب بطاقته الانتخابية وذلك من دائرة جيبوتي. تأهل فريقي مانشستر سيتي وريال مدريد إلى الدور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. تلكم كانت مقدمة النشرة وإليكم تفاصيلها من تلفزيون جيبوتي، أهلا بكم. قام فخامة رئيس الجمهورية سيد إسماعيل عمر جيلي اليوم الأربعاء بسحب بطاقته الانتخابية وذلك من دائرة جيبوتي. وتندرج هذه اللفتة في إطار تشجيع المواطنين على اتخاذ خطوة مماثلة استعدادا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 9 أبريل المقبل وتأدية هذا الواجب المدني. كما تعكس هذه المبادرة من دون أدنى شك مدى التزام رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي وتصميمه على ترسيخ الممارسة الديمقراطية في بلدنا. وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي سيخوض الاستحقاق الانتخابي المرتقب كمرشح للاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية، حيث قدم أوراق ترشحه إلى وزير الداخلية مؤخرا من قبل مدير حملته الانتخابية السيد أحمد علي برع. وتجدر الإشارة إلى أن عمليات توزيع بطاقات الاقتراع والتي انطلقت في 25 من شهر فبراير الماضي تستمر حتى 8 أبريل المقبل، بالإضافة إلى رئيس المنتهي ولايته الذي سيمثل الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية، فإنه يخوض هذه الانتخابات أيضا السيد زكريا إسماعيل الفرح كمرشح مستقل. إلى مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطني، احتضنت قاعة الاجتماعات بمقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطني اجتماعا تشاوريا مهما جمع أعضاء اللجنة الوطنية للإعلام وكبار مسؤولي هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطني. وترأس هذا الاجتماع كل من مدير عام الإذاعة والتلفزيون الوطني السيد محمود سليمان حريض ورئيسة اللجنة الوطنية للإعلام السيدة ألوفة إسماعيل. هذا وسلط هذا الاجتماع الضوء على الاستعدادات الأخيرة للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 9 أبريل المقبل. هذا وأشاد المشاركون على خبرات وقدرات هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطني حول تغطية الحملة الانتخابية في جميع أنحاء البلاد والتي ستبث باللغات المحلية المختلفة. كما أشاد المشاركون بالجهود الحثيثة التي تبذلها هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطني لتغطية هذه الحملات الانتخابية. هذا وقام أعضاء اللجنة الوطنية للإعلام بجولة تفقدية في الاستديوهات التي ستبث مباشرة في اللقاءات والحملات الانتخابية التي ستشهدها بلادنا في أبريل القادم. كما تلقت اللجنة توضيحات ومعلومات مفصلة حول مهام هذه الاستديوهات، أمثال الاستديو الرقمي الذي يبث ببرامج المتعلقة بالانتخابات المقبلة. وفي مداخلة مغتضبة في هذه المناسبة ثمنت رئيسة اللجنة الوطنية للإعلام السيدة ألوفة إسماعيل جهود هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطني لتغطية الأحداث المهمة في البلاد وكذلك الانتخابات الماضية. وتناولت السيدة ألوفة في كلمتها أيضا النقاط والمحاور المهمة المندرجة في جدول أعمال الاجتماع الذي عقد في قاعة الاجتماعات بمقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطني، وقدمت الشكر والامتنان لمدير عام هيئة الإذاعة والتلفزيون السيد محمود سليمان حريض لترأسه هذا الاجتماع ول
إجراءات تسهيل هذا الاجتماع إلى منطقة علي صبيح على غرار بقية بلديات العاصمة والمحافظات. تتواصل عمليات توزيع البطاقات الانتخابية في منطقة علي صبيح، وبهذا الصدد قام رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات السيد فرح عبد الله والية برفقة أقرب معاونيه بزيارة تفقدية إلى مكتب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الكائن في مقر المجلس الإقليمي لمنطقة علي صبيح. ولدى وصول رئيس اللجنة المذكورة ولفظ المرافق له إلى هذه المنطقة استقبل من قبل رئيس المجلس الإقليمي في علي صبيح بترحيب حار وحفاوة بالغة، كما تلقى توضيحات مفصلة حول أنشطة المكتب وسير عمليات سحب بطاقة الاقتراع من قبل مساعد رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في هذه المنطقة. وعقب ذلك توجه الوفد إلى مكتب محافظ المنطقة حيث التقى بوالي منطقة علي صبيح وتناول معه حول سبل سير عمليات توزيع بطاقات الاقتراع. وبعد ترحيب الحار الذي تلقاه الوفد من قبل محافظ منطقة علي صبيح، قام الوفد بزيارة إلى مكاتب توزيع البطاقات الانتخابية المختلفة وتفقدوا جداول وقوائم الناخبين من أجل متابعة سير عمليات توزيع البطاقات وسحبها عن كثب. والجدير بالذكر أن البطاقات الانتخابية متوفرة منذ الخميس 25 من فبراير المنصرم بحسب وزارة الصحة. وتتمثل مهمة لجنة الانتخابات لجنة الانتخابية المستقلة في الإشراف والمراقبة على سير العمليات الانتخابية قبل وأثناء وبعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في إبريل المقبل، في خطوة تعزز علاقات الصداقة القائمة بين جيبوتي والصين. تسلم المكتب الوطني لغوث اللاجئين والمنكوبين أوناكس صباح اليوم هبة مكونة من مواد غذائية من جمهورية الصين الشعبية. وجرت مراسم تسليم وتسلم هذه الهبة بحضور معالي وزير الداخلية السيد مؤمن أحمد شيخ ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد محمود علي يوسف وسفير جمهورية الصين الشعبية في بلادنا، بالإضافة إلى الأمين التنفيذي للمكتب الوطني لغوث اللاجئين والمنكوبين السيد حسين حسن درار والأمين التنفيذي لخلية إدارة المخاطر والكوارث، إضافة إلى مدعوين آخرين. ويقدر تكلفة هذه الهبة المكونة من أرز نحو 100 مليون فرنك جيبوتي. ومن المقرر أن يستفيد من هذه الهبة السخية الأهالي المتضررون نتيجة الكوارث والمخاطر الطبيعية، كما توفر هذه الهبة الإغاثة الفورية من المواد الغذائية للشرائح الأكثر احتياجا في البلاد. وتدل هذه الهبة متانة العلاقات والتعاون القائم بين البلدين والشعبين الصديقين، وتجدر الإشارة إلى أن الصين الشعبية تعد شريكا استراتيجيا لبلادنا في العديد من المجالات. من جانبه أوضح معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد محمود علي يوسف في كلمة له في هذه المناسبة أن هذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها دولة الصين الدعم لجمهورية جيبوتي في إطار الأمن الغذائي، وأضاف قائلا تواجه جمهورية جيبوتي التحديات الناجمة لانتشار فيروس كورونا في المجالات المختلفة، ولأجل ذلك قدمت الصين دعما مهما لشعب الجيبوتي. كما قال إن هذه اللفتة تندرج في إطار العلاقات المتينة القائمة بين البلدين منذ عقود، أي بين جمهورية جيبوتي وجمهورية الصين الشعبية. في إطار مشروع تعزيز وتطوير العملية التعليمية في المدارس الحكومية من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، قام معالي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني السيد مصطفى محمد محمود ونظيره وزير الإعلام المكلف بالبريد والاتصالات السيد رضوان عبد الله بهضون ووزير العمل المكلف بالإصلاح الإداري السيد عثمان إبراهيم رابل قاموا بزيارة تفقدية في ثانوية الدولة الحكومية في جيبوتي للإطلاع عن قرب حول التقدم المحرز في تنفيذ أنشطة الفصل التجريبي هذا. وتمكن وزير التربية الوطنية والوزراء المرافقون له خلال هذه الزيارة من مراقبة تنفيذ الاختبارات التجريبية واستخدامها في الفصل من قبل التلاميذ وحضور الاختبارات التي تم إجراؤها عبر الإنترنت وجمع النتائج التي حصل عليها التلاميذ وإحصائيات في الوقت الفعلي. ونالت هذه العمليات والنتائج التي حققتها العملية التعليمية عبر تكنولوجيا المعلومات إعجاب المسؤولين المشاركين في هذه المناسبة، حيث هنأوا الطلاب والمعلمين والمديرين والمصممين والمستشارين التربويين والمطورين الذين لم يدخروا أي جهد لتنفيذ هذا العمل التجريبي بنجاح.
وفي كلمة له أكد معالي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سيد مصطفى محمد محمود على اهتمام وأهمية هذا المشروع المهم الذي يعد مبادرة من قبل فخامة رئيس الجمهورية سيد اسماعيل مرجلي الذي رسم الخطوط العريضة لتطبيق هذا البرنامج. ورحب الوزراء الحاضرون بتقييم هذا المشروع الواعد والمبتكر حيث عبروا عن التزامهم الكامل ودعمهم لهذا البرنامج. وتجد الإشارة إلى أن خطط الوزارة الاستراتيجية تعزيز العملية التعليمية من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي ضمن العديد من المشاريع الجارية لجعل النظام التعليمي في بلادنا يستخدم بتكنولوجيا المعلومات أو يستخدم بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما يسمح هذا النظام لتعزيز تكنولوجيا المعلومات بتحسين أداء الطلاب وممارسات التدريس بالإضافة إلى مراقبة وتقييم التدريس والتعليم وإدارة أفضل للنظام التعليمي. إلى وزارة الصحة حيث استقبل معالي وزير الصحة سيد محمد عاصم الديرية في مكتبه بالوزارة وفدا مصريا رفيعا برئاسة مساعد وزير الخارجية المصري في الشؤون الخارجية السفير الشريف عيسى. وجرى الاجتماع بحضور السفير الجيبوتي في مصر سيد محمد ظهر حرسي والسفير المصري في جيبوتي الدكتور محمد مصطفى عرفي إلى جانب كبار المسؤولين وأقرب معاوني وزير الصحة. وتركزت مناقشات الجانبين حول تعزيز وتطوير العلاقات الأخوية والتعاون المشترك بين جيبوتي والقاهرة وتعزيز الاستثمارات المصرية في جيبوتي إضافة لاستعراض التطورات الأخيرة في المنطقة. واستعرض طرفان المشاريع التعاونية المستقبلية لا سيما بناء مجمع طبي بسعة 120 سريرا فضلا عن تعزيز تبادل المهارات الطبية من خلال برامج التدريب في المجال الصحي. وأشاد وزير الصحة السيد محمد عاصم الديرية بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تستمر بين جيبوتي أو التي تربط بين جيبوتي ومصر. وفي سياق متصل استقبل وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية سيد يونس علي جدي في مكتبه وفدا مصريا رفيع المستوى بقيادة مساعد وزير الشؤون الخارجية المصري للشؤون الإفريقية السفير شريف عيسى. وشارك في اللقاء سفير جيبوتي في مصر وسفير المصري في جيبوتي. وتركزت مناقشات الجانبين حول تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون المشترك بين جيبوتي والقاهرة إضافة إلى سبل تعزيز إلى سبل الكفيلة لتعزيز التعاون المتميز بين البلدين. إلى منطقة أبوخ حيث توجه وفد رفيع المستوى إلى هذه المنطقة صباح اليوم بقيادة الوزير المكلف باللامركزية السيد أحمد محمد عراميس ومكون من الأمين العام لوزارة العمل والإصلاح الإداري السيد عبد الله علي والمفتش العام للعمل السيد عبد الفارح. توجهوا إلى مدينة أبوخ لأجل تنفيذ مبادرة توظيف الشباب التي تبناها فخامة رئيس الجمهورية السيد اسماعيل مرجلي. وكان في استقبال الوفد لدى وصول إلى هذه المنطقة محافظ الإقليم السيد عبد الملك محمد بانويتا ورئيس المجلس الإقليمي السيد محمد إسماعيل والنائب كامل حمد. وتندرج هذه الزيارة في إطار إطلاق مبادرة توظيف الباحثين عن العمل التي أطلقها رئيس الجمهورية مؤخرا في البلاد، حيث وضعت وزارة العمل المكلفة بالإصلاح الإداري برنامجا واسعا بعنوان منتدى توظيف الشباب الباحثين عن العمل. وخلال هذه الزيارة أقيمت مناسبة مكرسة حول كيفية توظيف الشباب في قاعة اجتماعات التابعة لمجلس الإقليمي في أبوخ بمشاركة أعضاء اللجنة الإقليمية متعددة القطاعات وفرع الوكالة الوطنية للعمل والتدريب والإدماج المهني أنفيب و15 شابا للاستفادة من الاندماج المهني. وفي نهاية المناسبة تم تسليم أدوات للعمل المديرية للدخل إلى سلطات المنطقة. كما شارك في هذه المناسبة العديد من أعيان وعقال ووجهاء منطقة أبوخ إضافة إلى شباب هذه المنطقة. وثمن المشاركون عاليا جهود وزارة اللامركزية ووزارة العمل لتوظيف الشباب وخلق فرص عمل مديرة للدخل. وفي مداخلة له أكد الأمين العام لوزارة العمل السيد عبد الله علي على أهمية رؤية الحكومة واستراتيجيتها للنهوض بقطاع التوظيف وقال أرحب في كلمتي هذه بعمل لجنة الإقليمية متعددة القطاعات للموافقة عليها وأعرب عن تهنئتي الحارة للشباب الذين تم توظيفهم وتم اختيارهم والذين حصلوا فرص عمل من هذه المنطقة منطقة أبوخ. كما أقدم الشكر والامتنان لوزير المكلف بشؤون اللامركزية سيد حمد محمد عراميس لقيامه بهذه الزيارة التي تهدف إلى توظيف الشباب الباحثين عن العمل.
وفي مداخلة للوزير المكلف بشؤون اللامركزية سيد حمد محمد عراميس في هذه المناسبة أشار إلى أنه تم اختيار 10 من الشباب ليصبحوا موظفين في مختلف المؤسسات. وقال أمين الدولة المكلف باللامركزية سيد حمد محمد عراميس: أشيد بجهود سلطات المنطقة في الترحيب بهذه المبادرة غير المسبوقة لتوظيف الشباب وتوفير الأدوات اللازمة لهم، كما أقدم الشكر لفخامة رئيس الجمهورية سيس معلوم أرجلي الذي تبنى هذه المبادرة، وأخص بشكر أيضا وزير العمل لإطلاق هذه المبادرة وتنفيذها. وأضاف قائلا إن هذه النتائج الإيجابية التي شهدتها منطقة أبخ اليوم تعكس إنجازات سياسة اللامركزية التي انتهجها رئيس الجمهورية، وأنها تأتي في إطار القدرات من حيث الموارد البشرية. إلى حي حيابلي، حيث نظم فرع حزب التجمع الشعبي للتقدم في حي حيابلي يوما توعويا لسحب بطاقات الاقتراع من أجل أداء الواجب المدني والوطني، وهو التصويت لمرشحيهم المختار. وشهد هذا اليوم التوعوي مشاركة العديد من الجمعيات العاملة في بلدية بلبلة ولا سيما في حي حيابلي من النسوة والشباب والعديد من كبار الشخصيات المنحدرة من هذا الحي. هذا ودعا المسؤولون في هذا اليوم من جميع سكان هذا الحي بسحب بطاقاتهم الانتخابية وبالتالي المشاركة في أداء حقوقهم المدنية والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة. تعلن المصلحة الوطنية للمياه والصرف الصحي بأن المياه ستنقطع ابتداء يوم أمس 16 حتى الخميس 25 أو حتى 25 من مارس الجاري في كل من أحياء هضم 1 و2 والحي 5 في بلدية بلبلة وبرواق 1 وحيابلي ودوكلي وليابلي وورابلي وبكادوس بسبب أعمال صيانة القنوات التي تمد الماء وخزانات مصنع تحلية المياه، علما بأن المصلحة ستوفر صهاريج لتوفير المياه للأهالي القاطرين في الأحياء المذكورة. وأخيرا إلى منطقة تجارة، في إطار الجهود الحثيثة لتقريب الخدمات الصحية للمواطنين في المناطق النائية، توجهت قافلة طبية جراحية إلى المناطق الشمالية وتحديدا إلى تجارة، وذلك لأجل تنفيذ أنشطة طبية في هذه المدينة. وشهدت هذه القافلة مشاركة العديد من الأخصائيين الأطباء لتقديم رعاية طبية جيدة لصالح سكان منطقة تجارة. وشملت هذه القافلة العديد من التخصصات أمثال أمراض النساء والتوليد وطب الأطفال وأمراض الرئة وطب الأسنان وطب العيون وطب العام. وقام محافظ المنطقة ورئيس المجلس الإقليمي برفقة رئيس أطباء تجارة الدكتور ديمبيو بزيارة إلى موقع تنفيذ الخدمات الطبية. وتندرج هذه القافلة ضمن السياسة الصحية التي وضعها رئيس الجمهورية سيس معلم أرجلي لدعم سكان المناطق النائية ولتقريب لهم الخدمات الطبية. من الساحة الوطنية إلى الساحة الدولية، حيث تأهل فريقا مانشستر سيتي وريال مدريد يوم أمس الثلاثاء إلى الدور الربع النهائي من مسابقة الدورية أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوز الأول على بورسيو بثنائية نظيفة والثاني على أتلانتا بنتيجة 3-1. هذا وتأهل كل من مانشستر سيتي وريال مدريد إلى الدور الربع النهائي من دور أبطال أوروبا لكرة القدم. إلى هنا أعزائي المشاهدين تنتهي نشرتنا الإخبارية، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، وتقبلوا تحياتي وتحيات زملائي في فريق هندسة صوت والصورة كل من محمد طاهر وصمت سعيد، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.